استقبلت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله الله زينة رئيسة مجلس النواب معالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق لدى وصول معاليه على رأس وفد نيابي لمملكة البحرين ضمن زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما تشهده من تقدم ملموس على كافة الصعد والمستويات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله ورعاه ومن المقرر أن يعقد الوفد البرلماني الأردني رفيع المستوى جلسة مباحثات رسمية مشتركة غدا الاثنين بمقر مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس ومعالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق وذلك لمناقشة سبل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية المشتركة بين الجانبين وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ومن المزمع أن يجري الوفد البرلماني الاردني الشقيق العديد من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في مملكه البحرين